خليكي مزاج يا اختي تشربي معانا حجرين. ما ينفعش، كان على عيني. لسه يا بوحه ما عملتش قسم للحريم، بس اوعدك اوعدك بشرف يا بوحه اللي عامله عشان خاطرك. بقول لك يا بوحه، ما تيجي يا اختي تخشي ترقصي لنا شويه وتطر القعده الحلوه دي. رقصه تعالك الدنيا والاخره، قالوا لك عني اني بشتغل رقصه جاتك 60 ميله. اسطى انت اللي
خسران يا بوحة. بيتي عطيات. صباح. الحقيقة يا صباح أنا محبوسة. أنا كنت حاسة إنه مش ناوي على خير أبدا. بهروح الجنة ومش عايز ننزل مصر. أبلغ البوليس؟ لو النبي أنا مش عايزة فضايح. طب تحب أتصل لك بحد؟ لا مش هينفع. صباح شوفي أي صرفة أخرج بيها من هنا. بكرة العيد ولازم أكون في مصر. سامحيني يا عطيات، سامحيني. عبد تسوق هو اللي خلاني أعمل كده بعد اللي عمله فيا ودخلني السجن. أنا اللي بحبك. أيوة أنا اللي بحبك. هو اللي كسب وفاز بيتي. أنا اللي بحبك وشريك يا عطيات. أنا اللي بحبك. ايه يا بت، صباح الصباح يا محلاه اللي واخد عقلك يتهنى يا ابو وسيم. مش العيد بكره برضه؟ انت شايف ايه؟ تحب ناكله شويه؟ لا ابدا، اصل يعني المساجين بيخرجوا في العيد وانت حابس اختك جوه في الاوضه يعني. لا تشغلش بالك، ده اصلاح وتهذيب، قرصه ودن صغننه. انا بس كنت عايز انبهك ان انت اللي عملته ده غلط قانونا، حبس واختطاف يعني. يا مات، وانا لا مؤاخذه خطفها في الصحراء، انا جايبها اقدمها في بيت امها وابوها الله يرحمهم. انا بس كنت عايز اقول لك يعني ان ممكن حد يبلغ البوليس. ومال يجي البوليس نقول له دي المعلمه بتاعت المطرح والمستخبي يبان لا مؤاخذه. هو على ايه يا عم؟ على ايه؟ لو لنا مصلحه معاها نلم الدور وقولها عليه. واقف علينا برضه حبيبي. على حبيبي. سلام يا جماعة. سلام. كل سنة وانتم طيبين. وانت طيب يا جماعة. ألف سلامة يا باشا. عيد سعيد عليك. بنتي عطيات. صباح. خليك واقفة ورا الباب هفتح لك اهو. وطي صوتك لأخوك اللي يسمعني. يا باشا وقع على قلبك. استني الدرب اسمع عصبي. فين يا اختي انتوا؟ هي صباح لولا ان انا مش عارف شوشانه بنت كنت قطمت رقبتك ودفنتك معايا هنا. بنت حرام عليك يا بارون، اختك موظفه حكومه والغياب غلط عشانها. بتطمني يا اختي، الدنيا كلها اجازات. غوري يا بنت من هنا، غوري من هنا، مش عايز اشوف وشك. غوري من هنا. هغور بس والله مش هسكت، مش هسكت على اللي بتعمله ده يا بارون. عارفه كان انت فين ده؟ غوري دي بيحش وسطك. يلا يا اختي، يلا يا استاذ خش. يا بارون حرام عليك. خش حرام عليك. Oh.
معقول حد يرد كده بخناقة على واحدة عايزة تقولك كل سنة وانت طيب؟ معلش آسف جدا يا أنسة نهال، بس أكيد انتي مقدرة ظروفي. على فكرة العيد ده بالنسبة لي مختلف جدا علشان استبحت على صوتك. مدام اطمنت عليك يبقى أعزيك وأقولك البقية في حياتك، رغم إني زعلانة عشان معرفتش. أنا مش بقولك كده عشان أفكرك. طب اسمع، إيه رأيك لو شفنا بعض على الأقل تخرج من المود اللي أنت فيه ده؟ مش فاهمة أي حاجة من كلام الفارغ اللي أنتي بتقوليه ده. الراجل ده شكله بيسرح بيكي، تلاقيه عارف بس إن أنتي بتشتغلي رقاصة. قالك أنا بعمل دكتوراه في الرقص الشرقي، عايز يعمل معاكي علاقة. لا لا لا، جو كان قال لي وكنت يقبل يرفض. يسلم، يعني أنتي عايزة تقنعيني إن هو فعلا بيعمل دكتوراه في الرقص الشرقي؟ آه، ده حتى بيعمل في علاقة الرقص الشرقي بالسياسة، المظاهرات والحاجات دي اللي في الدول المتأخرة. بقولك إيه، كلام كده مش راكب على بعضه. ومن الآخر بقى، نظرات عينيه ما عجبتنيش. ازاي؟ عمال يبص لي ويبص لكل الناس الموجوده كانه جاي من الكوكب تاني. طب ما هو ده طبيعي انه يستغرب كل حاجه حواليه، انت ناسه انه جديد هنا. يا بنتي مش مساله جديد ولا قديم، الراجل ده استاذ في الجامعه، يعني بيعمل دكتوراه، يعني داير ولافف وشايف وعارف حاجات كتير قوي. ولو يا دولي، مهما كان داير ولا شايف ولا عارف، دي امريكا، كل حاجه هنا مختلفه ومبهره. والله بصي بقى ما اعرفش، اهو المرتين اللي شفته فيهم حسيت كده ان هو فيري كيوريوس، فضولي جدا. انا اللي حسيته من عينيه انه افتكرني عايزه اقضي معاه الليله يوم ما روحت معاه في شقته يوم الحفله. ما هو ده شيء طبيعي، اكيد طبعا كان سخيف معاكي قوي. بالعكس، ده كان جنتلمان جدا وساب لي الاوضه ونمبر. معقوله دي؟ جدا جدا، وخصوصا لما قلت له ان انا مرتبطه نام كمان بره الاوضه. لا يبقى في الحاله دي بقى الواحد لازم يحترم عقليته لانه انسان متحضر. بس بقول لك ايه، برضو انسان فضولي. لا كده بقى يبقى انت شفتي عليه حاجه في الحفله. والله بصي، هو واضح كده يعني ان هو سمع صلاح جوزي وهو بيقول لممدوح فوزي ان انا ما ينفعش ارقص لان انا من اسره سلاله محمد علي والي مصر. ايوه فعلا، هو قال لي على والي دي، وانا سالته على معناها، كان هيشرح لي على فكره بس غير رايه، الظاهر انه حس كده ان انا مش هفهم. anyway هو اتكلم معاكي في الموضوع ده؟ سالني اذا كنت ليكي علاقه بوالي دي، بس انا قلت له ما اعرفش غير يا لالي. بس هو معلق معاكي كده ليه؟ ولا معلق ولا حاجه، بالعكس عادي خالص. طب سيبك بقى من بتاع الدكتوراه والرقص والكلام ده كله، احكي لي حكايه ممدوح فوزي معاكي. لا، ممدوح فوزي ده في عالم تاني، ده بني ادم مجنون، معتقد ان كونه بيشغل صلاح جوزي في البيزنس بتاعه اللي هنا انه بالطريقه دي هيقدر يوصل لي. يا ساتر يا رب، بجد حاجه تقرف قوي. اخر شيء جينيفر ان ممدوح فوزي سحب مليون دولار من البنك فجاه، ده ممكن يكون له تفسير عندك؟ اخر التقارير اللي جات لنا عنه بتقول انه اتفق مع شركه فرنسيه كبيره لادوات التجميل انه ياخد توكيل ويكون الموزع الوحيد ليهم في الشرق الاوسط كله. معنى كده انه ممكن ياخد الجنسيه الفرنسيه؟ هو قدم عليها فعلا وهيدوها له، خصوصا ان امريكا رفضت انها تديله الجنسيه الامريكيه. وليه امريكا رفضت اذا كانت نجاحاته في مصر حصلت مع تعامله مع الشركات الامريكيه هناك؟ لان معلوماتنا بتؤكد ان تصرفاته مع البنوك في مصر ممكن تخليه يهرب اي وقت على اساس انه معاه جنسيه تانيه، وامريكا مش عايزه لصوص بيحملوا جنسياتها قدام بلادهم. بس ممدوح فوزي الى الان ما يعتبرش لص للبنوك. معلوماتنا بتؤكد ان هو ده اللي بيفكر فيه، خصوصا انه مدينه البنوك في مصر ب 150 مليون جنيه مصري والفوايد بتزيد عليه. واحنا كده موقفنا هيبقى ايه؟ ممدوح فوزي وغيره بقوا كروت قديمه في لعبه الاقتصاد. احنا دلوقتي حاطين قدام عينينا اشخاص بنأهلهم ان هم يكونوا نجوم جدد، زي سيد شيندي، عبد السوقي، دولي، صلاح وغيرهم.
هيكونوا مهمين لنا جدا في المرحلة القادمة، وهيكونوا تابعين لأفكارنا خصوصا بعد كامب ديفيد. المهم هيلين ان احنا نوهم ممدوح انه مازال مهم. اسمعي، انا عايزاكي ترتبي لي مقابله معاه، عايزه اشوفه بنفسي. سانتا بس انا ازيك يا محمود؟ سانتا يا دي، كل سنه وانت طيب يا استاذ محمود. كل سنه طيب يا حسني. ها اخبار السكان ايه؟ العيد فرحه يا استاذ محمود. ماشي، ادي الفرحه ايه؟ العيديه. بايل بقى وقول لي بايل ازاي بس يا استاذ محمود؟ بس اه صحيح، انزل لك انا. طيبين. وانت طيب يا استاذ احمد؟ انت طيب؟ ما تدينيش العيديه. ولا سلم عليا. اقول لك. تعالى كمل، قول. عطيات. عطيات. عطيات عطيات. يا نوري اسمعني كويس، الواد بعرور اللي كلمتك عنه قبل كده عايز يكون عندك من الليله دي. خليكوا يا جد، محدش يتحقق فيكم. فين بعرور؟ انا باشا، انا ما اعرفش حاجه عن الحاجات دي خالص يا باشا. انت بقى بعرور؟ ايوه بيه. اسكت خالص. حاضر. العربيه. الله 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 الله. هو في ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ كده بقى تبقى ولعت، بس يمين يطفيها. عبد الحليم، ايه يا حبيبي؟ واخد شنطتك ورايح على فين؟ معلش ياما، انا لازم اسيب قليب اليومين دول، وجودي هنا في خطر عليا، انا لازم اروح اشوف شغل. ايوه ياما، انا لازم ادور على شغل، وأول ما همسك شغل حاجب نفسي واطمن عليك. ليه يا حبيبي؟ ايه اللي حصل؟ ما تفهمني يا ابني. سامحيني يا اما، انا لازم احقق امل ابويا فيا، اخو الشهيد لازم يبقى احسن من كده يا اما. سامحيني. هو في ايه؟ في ايه العزب؟ ده مش شغل حكومة ده أبدا. الناس بتخلص صوتك ما يطلعش. أيوة نور بيه، كله تمام يا ريس. تسلم يا نوري.
لا حلوه. ما انا عارف طبعا ان محدش يعمل كده غيرك. خلاص هجيلك هناك كمان شويه. اه طبعا عايز اشوفك يا اخي. اه لا لا ما تدخلوش غير لما اجي. يلا سلام. الحمد لله على السلامة يا تيتا. الله يسلمك يا نورين تيتا. أنا مش عارفة أقول لك إيه اللي أنت عملته معايا. ما تقوليش حاجة أبدا. إنما أنت عرفت إزاي؟ مين اللي قال لك على اللي حصل؟ عطيات. هو أنا برضو محتاج حد يقول لي على اللي حصل عشان أعرف؟ أنا توقعت اللي حصل لما جيت ما لقيتكيش. ومش عايزك تقلقي أبدا. بحرور ده أنا هريحك منه خالص. تريحني منه إزاي يعني؟ هفوقه. هعرفه هو مين وحجمه قد إيه ومقامه قد إيه علشان يبعت لي أنا جواب. جواب إيه اللي بعتهولك؟ جواب شكر. شكر؟ شكر على إيه؟ مش مهم على إيه، بس المهم إنه ياخد جزاؤه. لا، ما هو من بعد اللي حصل مش ممكن يفكر يقرب لك. مجرد إنه فكر يبقى لازم ياخد جزاؤه. سايق عليك النبي، اللي الحاجة ماتت في رحابه ما تأذيهوش، مش عشان هو، عشانك أنت. انسى أنت اللي حصل وما تشغليش دماغك بيه، وخشي نميلك شوية وبعدين قومي خدي حمام وفرفشي كده على منزل مشوار وارجع لك. تأمرني. في عندك لحم في التلاجة، ابقي اعمل لنا عشا حلو. بس كده؟ من العين دي قبل العين دي. سلام. خلي بالك من نفسك. مع السلامة. زي ما انت يعني غيرتش كتير عن زمان. طول عمرك خيخة ومنظر على الفاضي. بشكر يا باشا. نوري فاهم الحيوان ده ان انا ما بحبش كلمة يا باشا دي. امرك يا باشا. لا مؤاخذة لا مؤاخذة. طب قول لي يا ريس نوري اقول له ايه وانا اقول؟ نوري؟ نوري مين ده يا واد؟ انا اسمي نور بيه. وماله؟ ماله يا نوري؟ نور بيه، نور باشا. اقول ايه لعبده بيه وانا اقول؟ انت ما تقولش حاجه، انت تخلص خالص لغايه ما انا اخلص كلامي. مين ياد يا غبي اللي لعب لك في دماغك وخلاك تتخيل انك ممكن تقف قصادي؟ قول. ما تنطق. الاستاذ امرك بالكلام. ماشي. الحكايه لما اخذ استاذ ان انا لما خرجت من السجن مقشفر وما حلتيش اللضه وما احتكمش على جنيه واحد في جيبي، قلت ما عنديش متوى غير بيت امي في قليوب، اكيد الناس نسيت حكايتي انا وجوز امي. اول مره اطمن على اخت عطيات وتشبرقني بقرشين قبل لي ليهم ريقي. سمعت من الناس 30 كلام وكلام مش هو. انك انت يعني لا مؤاخذه. اني ايه يا بعرور؟ الكلمه تقيله قوي على لساني مش قادر اقولها. حيوان بقى انا لما اكون مراعي اختك ومواليها زيها زي اي بنت من عندنا من البلد اصادفني اني اشغلها، يبقى معنى كده ان في بيني وبينها حاجه. تغفر الله العظيم. وبعدين يا معفن يا بتاع المخدرات انت.
اختك دي ايه اللي واحد زي انا يبص لها؟ حقك عليا يا استاذ، انا ما حقولك. اهو ده الكلام. حب بقى عيد استاذه معرور، حب ياض وشكور ان هو ساعد اختك وشغلها لك كنقطع. الله ما تحب عليا يا استاذ. اي امر تاني يا استاذنا؟ اول حاجه يا نوري، انسى خالص ان ليه اخت اسمها عطيات. حصل يا باشا، سمعت. طب ازاي وده دم ولحم؟ عمر الدم ما يبقى ميه. الله، الاستاذ عايزه يبقى ميه يا اخي، وميه معدنيه كمان. عندك اعتراض؟ ماشي يا نور بيه، نخليه ميه. نمره اتنين، تخليه ما يورينيش وشه تاني خالص، لا هو ولا جواباته. اظن انت فاهمني. ولو اني مش فاهم حاجه، انما ماشي تحت امرك يا بيه. برافو عليك، الله ما انت بتفهم يا بعرور. واخر حاجه بقى يا معلم نور، يسيب بيتهم في اليوب، لا يسيب اليوب كلها ويخلع. طب واكل عيشي اروح فين يعني؟ ما تقول حاجه يا نور بيه. لا لغايه كده ولساني ما ينطقش، احنا بننفذ امر استاذ عبده بس. لكن يعني، لكن ايه يا معلم نور؟ مؤاخذه انا يا استاذ كنت عايزك في كلمه على انفراد كده. اتفضل. بعد اذنك يعني، بعد اذنك انا هاخده يشتغل معايا وبرضه يبقى تحت عينينا وكسرين عينه. بس الواد هيبقى على مسؤوليتك ورحمة اللي ميتين لك. انا قلت لي حاجة ما عملتهاش. ماشي. فكو. رغم أيام العيد، إلا أنني لم أستطع ألا أرد على خطاباتكم، فقضاء العيد معكم هو بالنسبة لي متعة جميلة أعاده الله عليكم بكل الخير. وسأبدأ بالرد على خطاب الآنسة كاف ألف. أعرفك أن مشكلتك قد تم حلها في وزارة الشؤون الاجتماعية لاستلام معاش السيد الوالد رحمة الله عليه. أما الأستاذ ميم عين، أما الأستاذ ميم عين فقد تم حل مشكلتك وقد عرضت على السيد وزير الداخلية وأمر بعمل اللازم، وخلال أيام سوف تأتيك البشارة وأنت في منزلك وسط أسرتك. أما الآنسة، نعم. ألو أستاذ عبد الصوري؟ أيوة أنا. طب يا ستي اكتبيها في اي جواب وابعتيها بالبريد واحنا ان شاء الله هنبقى ننشرها. لازم تعرف اني لو ما قابلتكش انا هموت نفسي وتبقى انت السبب في انتحاري. لا لا لا، انتحار ايه بس؟
هو انت فين حضرتك دلوقتي؟ في الاستعلامات؟ طيب من فضلك اديني الموظف اللي قاعد قدامك. يا ست اهدي شوية، اهدي اهدي، محدش هيمشيكي، انا هخليهم يطلعوك المكتب. الو، يا مأمون. مين الست دي؟ لا لا لا، انا معرفهاش. طيب طيب، اسمع يا مأمون، خد بطاقتها زي ما بتعمل مع كل الناس، وخلي اي حد يوصلها لي. يا اخي قلتلك انا معرفهاش. لا، كل الحكاية انها بتقول لو ما شفتكش هانتحر. طيب اوكي، سلام. اما نشوف حكاية الست اللي هتنتحر دي ايه. حضرتك اتفضلي. تحبي تشربي ايه؟ ولا حاجة. أنا آسفة لو كنت اقتحمت وقتك وكلمتك وجيت لك فجأة. وأنا بصراحة لو كنت أعرف إن حكاية الانتحار دي مجرد هزار ما كانش ممكن أقابلك اليومين دول خالص. أنا زي ما أنت شايفة كده مشغول جدا. يعني الانتحار هو اللي خلاك تقابلني؟ بصراحة أيوه. يعني المطلوب مني اني اقوم انتحر بجد ودلوقتي؟ لا لا لا، وعلى ايه قلبك ابيض؟ ده حتى الحياة حلوة. قد ايه انت انسان رقيق. تشكر. هتسمع حكايتي امتى؟ دلوقتي. كلها؟ ايوه اتفضلي. بس دي طويلة قوي. ياريت تختصريها شوية وانا هفهم المشكلة فين واشوف تتحل ازاي. طب لو عجبتك هتنشرها؟ أكيد. بص بقى، أنا معقدة ومعقدة من الرجالة، ما تستغربش. وأنا بصراحة لازم أستغرب، لأنه اللي أنا شايفه قدامي إن أنت اللي تعقدي كل الرجالة. أو معقدوني، وأولهم جوزي، أقصد طليقي، بقاله كم سنة كده بيحاول يقرب مني برغم إني ببعد عنه، عايز يرجع. طب كويس، الراجل قاصد خير، هو عايز يرجع. ليه ما ترجعيش؟ لانه ما ينفعش. اكيد كان في بينكم مشكله صعبه قوي. قلت لك ما ينفعش. فهمت. اكمل؟ ما انا فهمت بقى، كملي. قعد المكتب كتير ومش كويس فعلا. انا لاحظت فعلا ان الواحد لما بيقعد كتير في المكتب بيتعب. طب ممكن اعزمك عندي في اسكندرية؟ تعزميني في اسكندرية؟ سوق بجلالة قدره تشحططيني من مكتبي في مصر لغاية شقتك هنا في اسكندرية؟
مش انا عروسه؟ وعروسه البحر كمان. ويا ترى بقى طلعتيني منين يا عروسه البحر؟ من البحر، والبحر بيجوع، وليله امبارح كانت ليله جميله قوي، والغدا على وصول. والغدا اللي على وصول ده هيجي لوحده؟ طلبته بالتليفون وانت في الحمام، جايبه لك سمك وجمبري واستاكوزا وكابوريا. الله 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 الله، كفايه كده. ده انا لو كلت الحاجات دي اكيد هبقى انا عريس البحر. هو في حاجه اسمها عريس البحر؟ عمري ما سمعت عنه. اديكي سمعتي عنه اهو. وبعدين بعد كده بقى هتسمعي عن جن البحر وعن عفريت البحر. هلو مستر ممدوح. هلو بروفيسور جيرمان، انا ليا عظيم الشرف انك تقابليني بشكل شخصي. اي انسان بيملك فكر متطور في مجال تخصصه بيكون جدير باحترامي له، وانا عرفت ان عندك فكر اقتصادي متطور عشان كده قررت اقابلك. شهادة اعتز بيها، واشكرك للمرة الثانية على المقابلة دي. تحب تاخد ريك؟ اعرف الاول سبب المقابلة علشان اعصابي تهدى، وبعد كده اشرب نخبة اي حاجة انت عايزها. جميل انك انت انسان عملي في المقام الاول، واي شيء ممكن يجي بعدين. اصول الاقتصاد الحر كده، المصلحة اولا. هايل، يبقى اختياري لسؤالك كان في محله. وانا تحت امرك. انت عارف ان انا مهتمة بدراسة شؤون الشرق الاوسط. ده شيء مؤكد ومفيد للشرق الأوسط كله. خطتنا، قصدي هدفي كباحثة، التركيز على دراسة الاقتصاد في الشرق كله، والبداية هتكون في الدول المؤثرة بالمنطقة العربية كلها، وده خلال السنين الجاية. وأنا تحت أمرك في أي حاجة توزيها، إحنا بتوع الاقتصاد. والاقتصاد الغلط والسيء يخلي الناس تعيش في فقر ومرض وتخلف. احنا هدفنا ان احنا نخلق نظام جديد في الشرق يخلي الناس تعيش في عالم خالي من الفقر والمرض والتخلف. ده هدف نبيل وعظيم، بس ازاي؟ بالدراسة الميدانية الصحيحة اللي بجد. الدراسة هي اهم شيء لنجاح اي مشاريع، واحنا مشروعنا عملاق. عايز له شهرين ثلاثة دراسة على الاقل، مش كده؟ أهو ده بقى الفرق اللي بيننا، الدراسة والتخطيط للمستقبل البعيد. دراسة اقتصاد الشرق الأوسط محتاجة سنين مستر ممدوح. سنين؟ إحنا بقى اللي بيميزنا دراسة الهدف والوصول إليه بأسلوب واحد حتى لو اتغيرت الأشخاص. يعني اللي بيجي بيكمل مكان اللي مشي. احنا بقى في مصر للأسف اتعودنا اللي يمسك مشروع يهد اللي عمله اللي قبله ويبتدي من جديد. لا، دي أمور تأخر كتير، علشان كده احنا بننجح. ودراسة زي دي تشمل معرفة كل شيء عن الناس اللي احنا هنستثمر فلوسنا معاهم. ده شيء طبيعي، لازم نعرف أفكارهم وعاداتهم واحتياجاتهم، فئات مجتمعهم بكل أنماطهم، عشان نقدر نشوف هم عايزين ايه ونحققه. انا سعيد اني بسمع الكلام ده، وبكتشف كل يوم ليه امريكا هي الدولة العظمى والاولى في العالم. انت بقى كراجل مهم في بلدك وبيحب امريكا لازم يعرف كل اللي حواليه، وياخد باله من اي حد بيظهر في حياته. تقصد ايه بالكلام ده؟ في حفلة صلاح ودولي في ضيف جديد جاي من مصر. مين ده؟ هو فعلا كان في ضيف انا ما اعرفوش، بس ما اهتمتش ان انا اعرفه. غلط، انت راجل معروف في بلدك، وكان لازم تاخد بالك من الضيف الغريب اللي جه الحفله، خصوصا انها معموله لك. افتكر كلامي واضح؟ فعلا عندك حق. انا هعتبر لقائنا بداية تعاون في الدراسة بتاعتي على اللونجران، وأنا بتاع المدى البعيد. بتهيألي ممكن ناخد درينك. اتفضلي.
مش عارف ايه سر الاجتماع المفاجئ ده. على حسب علمي انه مسافر مصر في اقرب وقت. وصلني من مصادر ليا هناك ان في صحفي بدا يكتب عن حكايه رجال الاعمال والقروض اللي بياخدوها من البنوك بضمانات وهميه. هو حد يجيب اسمنا في حاجه؟ انت عارف احنا وضعنا حساس جدا. انا قلقان، او على الاقل تقدر تقول ان ابتديت اقلق. انت عارف. طب بس حسن بيها. اهلا سعادة السفير. اهلا يا فندم. لا سفير ولا حاجه، انا مجرد موظف في السفاره. يا سيدي انا عارف، بس انا بقى بحب اكبرك فيها حاجه دي. بس حضرتك عارف سعادتك ان هو يعني بيقلق من حكايه معالي السفير دي. سوى بنظري سفير، محدش له حاجه عندي. وبعدين على فكره انا مش هينالي بال بقى الا لما تسيب الوظيفه دي وتمسك المكاتب بتاعتي اللي هنا. حضرتك قلت لي الموضوع ده قبل كده، بس صعب اللي يحصل. بالعكس، ده احسن وقت دلوقتي، لانك عملت اكبر شبكه علاقات هتفيدك في شغلك هنا وفي مصر. على فكره انا مسافر مصر بكره، يعني هكون هناك في خلال 48 ساعه. يبقى الاشاعه اللي انا سمعتها صح بقى، ان سعادتك ناوي ترشح نفسك في انتخابات مجلس الشعب الجديده. يعني المفروض انكم عارفيني وعارفين وجهه نظري في الموضوع ده. انا رايي ان رجال الاعمال الكبار اللي زي كده ما يصحش انهم يدخلوا مجلس الشعب، والا هيبقى عليهم مليون لمبه والدايره هتوسع، وانا ضد الحكايه دي. ايوه بس سعادتك عارف ان الحصانه برضو مهمه. الاحسن انك تقرب من اللي معاهم الحصانه، هتوصل للي انت عايزه اكتر وانت بعيد. وسعادتك لحد دلوقتي ما قلتلناش ايه السبب اللي احنا جينا عشانه. انا اخدت توكيل اكبر شركه تجميل في فرنسا، نشاطه هيبقى في مصر وبعد كده في البلاد العربيه كلها. سعادتك قلت تجميل؟ ما تستهونش بيه، ده بملايين. انا عايزك في خلال اليومين اللي جايين تبعت صوره من التوكيل ده للبنك بتاعنا في مصر اللي هناخد منه القرض لضمان ارض 6 اكتوبر. بس انا حسب معلوماتي ان تمن الارض بتاعت سعادتك اللي في اكتوبر ما يجيش تمنها 100,000 جنيه. احنا مش عايزين غير 5 مليون بس. ايه؟ كتير؟ ماهي سعادتك ادرى مننا. انا بقول عشان الضمان. اسمي في اي بنك كفايه واحسن من اي ضمان. وبعدين البنك اللي انت هتبعت له صوره التوكيل ده انا عميل فيه، يعني في بيني وبينه معاملات وقروض، بيكسبني وبكسبه. مش ده مدير البنك اللي جه معاك المره اللي فاتت هو وعيلته عشان يتفسحوا هنا؟ برافو يا صلاح. يلا يا بطل نفس. سؤال اخير يا ابو الصالح، مين اللي كان مع بشرى في الحفله اول مره اشوفه؟ قالوا لي على اسمه بس نسيته، بس انا عارف انه مصري وجاي يعمل هنا رساله دكتوراه. في علاقه بينه وبين بشرى؟ ما اعرفش تفاصيل الموضوع ده لانه اصلا ما يهمنيش. ازاي يا اخي ما يهمكش ويا صاحبه مراتك؟ وبعدين ما انت عارف انا ما بحبش اتواجد في مكان يبقى موجود فيه مصريين، خصوصا لو ما اعرفهمش. الموضوع ده بيقلقني.